أكيد اللقطات دي في تلك السنين موجودة في كل نشرات الأخبار، إنما في مرحلة كبيرة جدا حصلت اختفت الصور دي بحكم التاريخ، بحكم تغير النظام. لما بتسترجعي اللقطات دي يا مدام جيهان بتفتكري ايه؟ ببقى فرحانة إن أنا قدرت أعمل حاجة ولو على قدي تخدم مصر. يعني في كل لقاءاتي في الخارج كان كل يعني نفسي إن العالم كله يعرفنا على حقيقتنا، يعرف الشعب المصري قد إيه شعب أصيل. يعني كانوا مثلا لما يقولوا يعني أنتوا عندكم تماسيح، أقول لهم آه عندنا بس في جنينة الحيوانات، ما فاكرينهم بيجروا في النيل مثلا بيعوموا في النيل. عندكم جمال، أقول لهم أنا أول ما رحت درست في جامعة ساوث كارولاينا في كولومبيا، فكانت الطلبة بتسألني أسئلة والله ببقى قاعدة بقول يعني هم منفصلين عن العالم. الحقيقة كنت طبعا بيسعدني إن أنا وأبقى سعيدة إن أنا بدي صورة عن بلدي، صورة سليمة.